تالي اكثر قصايدي في الوالده رحمه الله عليها، اكثر قصايدي مرثياتي والله في الثلاث سنوات الاخيره، واللي مجهز لكم ترى اغلبهم مرثيات الله يرحمه. نسمع الله يغفر لها ويرحمها. الله يغفر لها ويرحمها. الله يغفر لها ان شاء الله. بليتني شاعر يا شيخ. الله يطول، انت اجمل من الشاعر طال عمرك. مع انه الشعراء يخوفون. يتبعهم الغاوون. لا يخوفون. لا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اقول يمل القلب نمزع كثر الاشواق. عصرية الجمعة طمع بالسلامة، البيت كنه عقب عينت بالأرواق، سكن بهزرق دمعنا ونهدامه بنوح مار النوح، كم نشف رياق وبكيت منا لين يوم القيامة، عز الله اني عقب فرقات من عاق، والحزن سوى في عيوني علامة، وقلبي اللي كل ما شاف الاشراق يهتز في جوفي ويقلب نظامه، أونسب كبدي جمرة كل مشتاق وهل دمعي، وانتهي بالندامة إلين صاب النفس كمية إرهاق، وجنب طيب خلقها والهلامة، باقف بيمناية وباقف على ساق، وكرب حزامي لو كسر عظامه. سلامتك سلام. ما شاء الله صح لسانك يا شيخ، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك ويسعدك.